السلام عليكم حبايبي الحلوين الشطار، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقتنا النهارده حلقه جميله جدا 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 ولطيفه لابعد حد. يلا كده بينا نبدا مع بعض حلقتنا بعنوان الاحتياجات والرغبات. يا ترى ايه هي الاحتياجات وايه هي الرغبات؟ ايه هي الحاجه اللي احنا ما نقدرش نعيش من غيرها وضروريه جدا لينا، ولو بقتش موجودة مش هنقدر نعيش، بنسميها ايه دي؟ دي بنسميها احتياج، حاجة ضرورية جدا جدا جدا. وفي حاجات تانية بتكون لا، يعني مش ضرورية، يعني من غيرها مش هنموت، بس بنحبها، بتخلينا مبسوطين، فدي بنسميها رغبات. تعالوا كده مع بعض وفكروا، قولوا لي ايه يا ترى هي الحاجات اللي احنا ممكن نكون بنحتاجها وضرورية جدا جدا لينا. يلا فكر كده وقول. يبقى تعالوا نقول مع بعض تاني، قلنا ان الاحتياجات هي حاجات ضرورية جدا لحياتنا وما نقدرش نستغنى عنها خالص، من غيرها نموت. طيب زي ايه بقى؟ فكروا. برافو عليكم. زي المية، زي الاكل، زي اللبس، وزي المسكن. يعني ما نقدرش نعيش من غير مية، ما نقدرش نعيش من غير بيت ولا اكل ولا حتى لبس، نبرد ونتعب. يبقى دي احتياجات وضرورية جدا 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 لحياتنا. طيب عكس الاحتياج الايه؟ الرغبة. يعني ايه الرغبات؟ ايه الرغبة اللي عندي؟ الرغبة حاجة انا بحبها بتخليني مبسوط وسعيد، بس مش ضرورية. يعني هي اشياء بتسعدنا وتبسطنا وبتخلي الحياة اسهل بكتير، بس نقدر نعيش من غيرها. طيب تعالوا نكمل. زي ايه بقى؟ زي الحلويات، زي الحاجات المسكرة او السكريات او السكاك اللي هي البونبوني، زي الكرة، زي العاب الفيديو اللي هي اللعب اللي احنا بنلعبه، اي لعبة بنلعبه، الملاهي لما نحب نروحها، اللعبة بتاعتي اللي بحب العب بيها، ماتش الكرة اللي بحب اروح اتفرج عليه، الفيلم اللي بحب اشوفه، وهكذا. اي حاجة يا ولاد نقدر نعيش من غيرها ومش ضرورية جدا تعتبر رغبة، لمجرد ان هي حاجة بس احنا بنحبها وبتخلينا مبسوطين وسعداء، فدي كده تعتبر رغبة، بس من غيرها مش هنموت. طيب تعالوا كده نحل شوية أنشطة مع بعض. لون الشيء الذي لا نستطيع العيش بدونه. ايه اللي ما نقدرش نعيش بدونه؟ مين؟ برافو عليكم. اكيد هنلون مين؟ المية. احنا من غير المية نموت. لونوا معايا يا حبايب قلبي، يلا. طيب يلا نكمل مع بعض. ضع علامة صح أسفل الأشياء التي نحتاجها ولا نستطيع العيش بدونها. إيه؟ إيه اللي نقدر، يعني اللي بنحتاجه وما نقدرش نعيش من غيره؟ إيه تاني؟ برافو عليكم. الأكل، بس مش الآيس كريم، ولا حتى مين، ولا حتى لعب الكمبيوتر. يبقى نحط الصح هنا. يلا نكمل. هل اللعب في الملاهي نعرف نعيش بدونه ولا لأ؟ عادي جدا، يبقى مش حاجات مهمة أوي. طب اللبس؟ لا، اللبس ضروري جدا جدا، يبقى من الحاجات اللي بنحتاجها وما نقدرش نعيش من غيرها. لكن الشوكولات بقى والشوكولاته والحاجات دي مش ضروري قوي، يعني عادي نقدر نعيش من غيرها. طيب يلا نكمل مع بعض. هل يا ترى كل الحاجات اللي في حياتنا وبتسعدنا ضروريه عشان نفضل على قيد الحياه؟ هي ايه رايكم؟ الاجابه ايه؟ نعم ولا لا؟ كل حاجه حوالينا بتخلينا مبسوطين، هل ضروريه؟ طبعا لا، لا مش كلها. طيب هنصنف الحاجات اللي قدامنا دي لحاجات بتسعدنا وتبسطنا وحاجات بتخلينا ايه، زعلني، او يعني بتخليني حزين، حاجات بتبسطني وحاجات بتخليني زعلان. طيب البنت دي اشترت لبس جديد، يبقى دي حاجة بتسعدها ولا لأ؟ يبقى دي حاجة بتسعدها. طيب البنت دي شكلها غضبان جدا وبتتعصب وبتزعق، مفيش حد بيحب الزعيق ولا حتى الصوت العالي، يبقى دي اكيد بتجعلني ايه، حزين. طب الولد ده بياكل شوكولاته وشكله مبسوط جدا، يبقى دي اشياء تسعده او تبسطه. والولد ده شكله بيضايق زميله، يبقى ده شيء يجعله ايه، حزين. الايس كريم ده هو بيحبه قوي، مبسوط جدا وهو بياكله، يبقى اكيد ده شيء ايه، يجعله ايه يا ولاد، يخليه سعيد ومبسوط. واللعب طبعا مع اصحابنا بيخلينا سعداء وايه، ومبسوطين. اول سؤال عندنا بيقول انظر إلى الصور التالية ثم لونها باللون المناسب فيما يلي. لو عندي في احتياجات هنلونها باللون الأخضر، ولو في عندي رغبات هنلونها باللون الأحمر. يلا نبدأ. فستان، يا ترى ده احتياج ولا رغبة؟ ها، برافو عليكم، ده احتياج ضروري جدا لينا، فاحنا هنلونه باللون الأخضر. انتوا بقى بتلونوا حلو قوي، عايزاكم تلونوا احسن مني بكتير كده، عشان تلويني على قد قوي.
طيب المسكن هو احتياج ولا رغبة يا ولاد؟ برضو يعتبر من ضمن الايه؟ الاحتياجات. يلا لونوها، هنلونه باللون الايه الاحتياج؟ بعد كده في ايه؟ البيتزا، هل ده احتياج ولا رغبة؟ ده يعتبر رغبة عشان هو مش من الأكلات الضرورية جدا لينا. هو الأكل يا ولاد يعتبر احتياج، بس يعني البيتزا تعتبر لا رغبة عشان هي مش من الأكلات الصحية يعني أوي اللي المفروض نعتمد عليها في أكلنا، فهنلونها باللون الأحمر. الأكلات يا ولاد أو الرغبات أو اللي هي سوري الاحتياجات، الاحتياجات هي الأكلات المفيدة جدا واللي ضرورية جدا لينا. تمام، يلا كده نشوف اللي بعدها. المية، يا ترى هي احتياجات ولا رغبات؟ برافو عليكم، هي احتياجات أساسية جدا جدا جدا، من غير المية احنا نموت. يلا كده نشوف اللي بعدها. الدمية، اللعبة، لا طبعا دي رغبة، احنا من غيرها نعيش عادي مش هنموت يعني. يبقى يا ولاد عشان اعرف الاحتياج من الرغبة هسأل نفسي سؤال، انا من غيرها اقدر اعيش ولا هموت لو ما بقتش موجودة؟ لو انا من غيرها اقدر اعيش تبقى مجرد رغبة، لكن لو يعني بدونها يعني من غيرها هقدر اعيش او مش هموت يعني مش هيبقى عندي مشاكل، هتبقى رغبة. طيب لكن لو ضرورية جدا ان هي تكون موجودة ولو ما بقتش موجودة هموت، لا دي كده تبقى احتياج وضرورية جدا لينا. زي الطعام، الطعام طبعا من ضمن الاحتياجات الضرورية جدا، ودي ده طبعا طعام مفيد فده يعتبر من ضمن الايه؟ الاحتياجات. الشوكولاتة تعتبر من ايه يا ولاد؟ يلا قولوا بقى، برافو عليكم، تعتبر من ضمن الرغبات، هي رغبة مش حاجة يعني أساسية جدا، يعني حاجة ممكن نعيش من غيرها. طيب تعالوا كده نشوف السؤال الأول معانا بيقول إيه هنا؟ لون الدائرة باللون الأخضر عند الأشياء التي تجعلك سعيدا، يعني الحاجة مستوك نخليها خضراء، وعند الأشياء التي تجعلك حزينا هنعمل لون إيه؟ لون أحمر. يبقى أخضر عند الحاجات اللي بتخليني سعيد وأحمر عند الحاجات اللي بتخليني حزين. أنا مثلا بحب البيتزا جدا فأكيد بتخليني سعيدة، فهتكون باللون الإيه؟ الأخضر، هلون الوش اللي بيضحك باللون الأخضر. طيب اللي بعدها، كرة القدم، أنا بصراحة مش بحبها بس في ناس فيكم أكيد بيحبوها، اللي بيحبها بقى يلونها باللون الأخضر، أنا بقى هلون باللون الأحمر. أهو هلون الوش الحزين باللون الأحمر. يلا كمان واحدة، الملاهي، محدش ما بيحبش الملاهي، كلنا بنحبها، فأنا الملاهي بصراحة بتخليني مبسوطة جدا فهلونها باللون الأخضر. طيب الشجار او الخناق، في حد بيحبه؟ طبعا لا محدش بيحب ده، فاكيد هنلونها باللون الاحمر. يلا نكمل مع بعض يا حلوين. سل ما تحتاج اليه او ما ترغب فيه بالصور المناسبه. الشوكولاته يا حبايب قلبي تعتبر رغبات ولا احتياجات؟ برافو عليكم، هي رغبات. طيب والحذاء، يعتبر الحذاء من ضمن اللبس اللي بنلبسه، ما نقدرش نمشي يعني من غير حذاء في رجلينا، يبقى اكيد من الاحتياجات. الدميه رغبات طبعا. طيب والبيت او المسكن من الاحتياجات، شطار جدا برافو عليكم. تعالوا نكمل مع بعض. الميه، يلا سبقوني يا حلوين، احتياج ولا رغبه؟ طبعا احتياج، ضروريه جدا. الكمبيوتر رغبه. طيب الملاهي رغبه. طب الطعام او الفراخ، دي ده احتياج وضروري جدا 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 لينا. يلا نشوف كده مع بعض السؤال اللي بعده. صنف الصور التالية إلى احتياجات ورغبات، ركزوا بقى معايا كده. ده كده ايه؟ التيشيرت ده احتياج ولا رغبة؟ برافو عليكم، ده ضروري جدا جدا يبقى احتياج. طيب الأكل، ده احتياج ولا رغبة؟ ممتازين، ده احتياج. طيب والبيت، ده احتياج ولا رغبة؟ المسكن أكيد ضروري جدا لينا يبقى أكيد احتياج. طيب والكورة، احتياج ولا رغبة؟ شطار خالص، ده رغبة مش ضروري جدا، مش هنموت من غيره يعني. أما المية دي مهمة جدا جدا جدا، فعلشان كده هي احتياج. يلا نشوف السؤال اللي بعده، هنصنف تاني. صنف الصور التالية إلى احتياجات ورغبات. العيش، يا ترى احتياج ولا رغبة؟ احتياج طبعا، برافو عليكم. طيب الفاكهة والخضروات، احتياج ولا رغبة؟ ممتازين، احتياج طبعا. طيب الطيارة، اللعبة، أكيد دي لعبة يعني رغبة، نعيش من غيرها عادي. أما بقى الفستان فهو ضروري جدا لينا فهو احتياج. وبكده يا أبطال تكون خلصت حلقتنا النهاردة، ما ننساش نعمل إيه؟ لايك وشير سبسكرايب قناة السكول على اليوتيوب. أشوفكم على خير.